سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. مرحبا بكم مجددا أصدقائي في قناة هل تعلم. سأخبركم اليوم في هذا الفيديو أن مربي الثعابين في الصين أصبحوا عاطلين عن العمل. نعم هذا صحيح، كان صيادو ومربو الثعابين في الصين يجمعون يوميا 3 ملايين ثعبان، وكما يتضح في الفيديو الذي تشاهدونه فإنه يتم فصل الثعابين الكبيرة عن الصغيرة بكل سهولة. هل تعلمون يا أصدقائي أن المشروبات الغازية والعصائر كانت تنتج من الثعابين؟ والآن جميع العاملين بهذه الصناعة أصبحوا عاطلين عن العمل، وذلك لأن الصين منعت هذا العمل. فهيا يا أصدقائي نحدثكم عن القرية الصينية التي يتم فيها تربية الثعابين، ولماذا فرضت الصين الحظر على هذه التجارة، وسنخبركم أيضا ماذا سيفعل تجار الثعابين هناك في الوقت الحالي. يظهر أمامنا هنا كيف يطعم هذا الشخص الثعابين بسهولة كبيرة. ربما تتعجبون من هذا الأمر، ولكن هذا الفيديو من الصين. ففي البداية نرى هذا الشخص الذي يضع اللحم أمام الثعابين حيث تقوم بأكله بسهولة، وبهذه الطريقة تتم تربية الثعابين في الصين، وذلك في قرية اسمها جيسي جياو، وقد تغيرت حياة الناس في هذه القرية الآن. كانت هذه القرية مركز تجارة الثعابين، وكانت تنتج كل يوم 3 ملايين ثعبان أو أكثر، وكان هذا الأمر مستمرا لوقت طويل، حيث أن هذه الثعابين مطلوبة في الصين، حيث يتم استخدامها في إنتاج العصائر والمشروبات الغازية، كما أن الصينيين يعرفون جيدا كيف يطبخونها ويأكلونها، وفي عدة أماكن أخرى يتم الاستفادة من جلودها. والآن دعوني أخبركم لماذا تم منع تجارة الثعابين وتربيتها في الصين. قامت حكومة الصين بفرض حظر على اصطياد الحيوانات البرية وأكل لحومها، وذلك بعد انتشار وباء كورونا فيها، والعديد من الناس أصبحوا عاطلين عن العمل لهذا السبب، لأنهم لن يستطيعوا القيام بعملهم السابق هذا مجدداً، وأكبر سبب لهذا هو فيروس كورونا. كانت تجارة الثعابين وتربيتها تسير بشكل جيد ومربح للغاية، وهذا ما سرقه فيروس كورونا من أصحاب هذه القرية. قال صياد الثعابين يونغ يوكفان ذو 75 عاماً أنه عمل طوال حياته في تربية الثعابين، ولكن الحظر المفروض على هذه التجارة الآن قد زاد مشاكله. وبالإضافة إلى ذلك أكد أن العمل في مجال آخر غير هذا المجال لن يكون سهلا عليهم، فكل عائلات هذه القرية كانت تشارك في هذه التجارة، لأنه وكما ترون فهذه القرية كلها مليئة بالثعابين. وكذلك فإنه قد انتشر مرض من قبل في الصين بسبب الأطعمة البحرية، وبعد ذلك اتخذت السلطات الصينية هذه الخطوة وفرضت الحظر على اصطياد الحيوانات البرية وتربيتها وأكلها. نعم نحن نعلم أن فيروس كورونا قد انتشر بسبب الخفافيش، ولكننا ما زلنا لا نعلم كيف انتقل إلى البشر وأصبح ينتشر بينهم. مئات الآلاف من الناس كانوا يعملون في صيد وتربية الثعابين، أما الآن فقد توقف كل هذا، وتلك الأرفف الخشبية التي صنعت من أجل وضع الثعابين عليها هي الآن فارغة تماماً. وبالرغم من أن الفيروس بدأ بالانتشار من الصين إلى جميع أنحاء العالم، إلا أنها الآن تحاول حمايته وحماية أفراده من أي فيروسات أخرى، وتريد أن تحدث تغييراً في قانونها حيث يصبح العالم مكاناً أكثر أمناً. بعد فرض الحظر تم إغلاق معظم المصانع في الصين، والسبب الأكبر لذلك هو إيقاف صيد وتربية الثعابين التي كانت تستخدم لصناعة العصائر والمشروبات الغازية. وطبقاً لتقارير وسائل الإعلام فإن الجلود أيضاً كانت تصنع من هذه الثعابين. لا جدال في أن مواطني الصين يأكلون هذه الثعابين، لا بد أنكم رأيتم في اليوتيوب مثل هؤلاء الأشخاص الذين يأكلون الثعابين في الصين. ودعوني أخبركم أن الصينيين لا يأكلون الثعابين فقط، بل كذلك يأكلون الخفافيش والكلاب والقطط والضفادع والأخطبوط والكثير من الحيوانات الأخرى. على أي حال لا بد من أن الحكومة الصينية ستجد وظيفة أخرى لهؤلاء الصيادين في وقت ما حتى يستطيعوا أن يعملوا ويستكملوا حياتهم. والآن أصدقائي ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لهؤلاء الأشخاص في الصين؟
اكتبوها في التعليقات وانشروا هذا الفيديو وشاركوه مع أصدقائكم حتى يعلم الجميع هذه الحقائق عن الصين. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.